بسم الله والحمد لله والشكر له أبد الآبدين، آمين يا رب العالمين. قد كان لكم، احنا بصدد آية 13 من أول سورة آل عمران عليهم السلام، قد كان لكم آية في فئتين التقتا. وبالطبع تدق النظر في الآيرية تعتبر السورة دي نزلت بعد الهجرة النبوية الشريفة على سيدنا أفضل صلاة وأزكى تسليم، لأنه احنا أثناء المرحلة الأولى أي ما قبل الهجرة المباركة على سيدنا المبارك كل السلام من رب الأنام. قد كان لكم فئة، يعني أنا قلنا نزولها تلا الهجرة، قد كان لكم في آية أي علامة أي إشارة، قد كان لكم آية في فئتين التقيا، التقتا، التقى، التقتا، سواء من تقابل الخصمان، تقابل أهل الحق وهم الموحدون المستسلمون يا رب الواحد سبحانه وتعالى، واللي هما عندهم دائما مشوار وعندهم برنامج أن يرتقوا في سلم القرب من الله حياء ويقينا واستسلاما ورذوخ لأوامر الله واجتناب نواهيه وهلمجر. قد كان لكم آية في فئتين التقيا، التقتا، التقتا. الفئة هنا ربي ما أنا قدمها لنا بطريق الأنوثة، فئتان التقتا، التقتا، سادير لي دوزرمي sont dans situation d'affrontement. نعاود، قد كان لكم آية في فئتين التقتا. شوف ربنا كيفاش يصف اللقاء، قلة مستضعفة لا يؤبه إليها ولا يحسب لها حساب، وكما بالضبط المؤمنين قلة قلة قلة، وركزهم ربي في فلسطين وفي إيران وفي اليمن، وهو حاجة محصورة جغرافيا، محصورة استراتيجيا، ولما جر ولما جر. الفئة هذه ربي قدر لها أن تكون مؤمنة وإيمان وراسخ وثبات في وجه العدو لا يزلزل، و التقتا، اللي يقول اللي خارج الإطار الآية يقول هؤلاء هم الذين سيغلبون سيزعزعون كما تقولون ينقرضون. هذا بالنسبة للجهل، المراقب الجهل مش يقول الكلام هذا، لكن أبى الله إلا أن يكونوا من الكاذبين. أكان للصحافة قالك شنو؟ قالك النقل أنا في أمور ميدانية أمور واقعية، أنت ترى بعين وأعمى بما عندك من في شخصيتك المهلهلة المظلمة. أغلب الأحيان هؤلاء هم اللي قاعدين ينقل لكم في الأخبار، أو سي إن إن أو كذا، أو شو اسمه البي بي سي أو كذا. يا ناس راهم هذوكم ناس خلخلهم إبليس، وليس لهم من الإنسانية إلا المظاهر خدعة فقط. أما مش تقول لي هو على الميدان ومش يرى الحقيقة، كيف يرى الحقيقة والملائكة هي تساند الأمة المستضعفة؟ كيفاش؟ كما قال الكلاب اللي في الكيان الصهيوني الغاصب، قالوا قاعد نراه في الميدان أشياء غريبة لم نعهدها. هي الأشياء الغريبة اللي الملك الكريم حين
يأمر ربنا باش يساندنا، مش تراه انت احنا را اللي ربي يحمينا، سواء كان ماديا او عقليا او ميدانيا او روحيا، هو الاول حبي. ويكررنا كثير من الناس اللي لاقوا حتفهم، اما يكونوا من الشهداء ولا يكونوا من الاغبياء اللي كانوا عين على اللي صالح الكيان الصهيوني على ما يجري في فلسطين. ولكن اخواننا يعرفوا التستر، ما يلزمش اي واحد عين سباي ماشي انسبيو ماشي يرى حقيقتنا، لاننا نختبي، لان عندنا مشروع اخر ما يلزمش يطلع عليه العدو الخبيث. فهمتوا ولا متفهموا؟ احنا نعرفوا الكرب ويم تدعوا الاسلام غير حق، وانتم عبيد للشيطان الرجيم لا عباد لله سبحانه جل جلاله وعما نواله. والسلام على أمة الإسلام بالتمام والكمال، دنيا وآخرة وبينهما حياة برزقية، هي من جولة تأخذنا عند نهايتنا الدنيوية وتسوقنا إلى بداية حياتنا الدائمة في جنان الخلد، فنحن خالدون بفضل الخالد سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، آمين يا سيدنا يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام. أعنا على إذلال أعدائك اللي عددهم كثير ومددهم شيطاني، مديه هالك لا محالة. ونعرف احنا من قوين الله ان كل ما هو مدي يؤول الى تعفن والى زوال. والسلام علينا أمة محمد عليه الصلاة والسلام.